جئتكم اليوم لأقرأ لكم قصة ما قبل النوم. جاهزون؟ اقتربوا اقتربوا اقتربوا. قصتنا اليوم تحمل عنوان الصديقتان من تأليف الكاتب سيد الملك. نبدأ. أسماء وهبة صديقتان لا تفترقان عن بعضهما إلا في أوقات قصيرة، وكل منهما تحب الأخرى وتتمنى لها السعادة. ورغم الصداقة الكبيرة بينهما، إلا أن هناك فرقا واضحا بينهما، فأسماء نشيطة وتمارس الرياضة، وهبة عكسها تماما. السبب في ذلك أن أسماء تتناول مع أسرتها طعاماً صحياً، بينما هبة تعشق البطاطس المقلية وتفضلهما عن كل الأطعمة. نصحتها أسماء كثيراً بعدم الإكثار من تناول هذا النوع، وبينت لها أضراره، ولكن هبة كانت تبتسم وتقول: لا أستطيع. وفي يوم من الأيام ذهبت أسماء لبيت صديقتها هبة فلم تجدها، وعلمت من شقيق هبة أن أخته اشتكت من ألم شديد في بطنها وذهبت إلى المستشفى. حزنت أسماء كثيرا وأخبرت أسرتها بما حدث، فقال الأب: كنت أتوقع ذلك بسبب أضرار الأطعمة التي أكلتها خارج البيت. استعدت أسرة أسماء لزيارة هبة والاطمئنان عليها. وقبل مغادرة البيت جاء شقيق هبة وأخبر الأسرة بعودة أخته. أسرعت أسماء إلى صديقتها فوجدتها على سريرها تتألم وتقول لها: ليتني عملت بنصيحتك وتركت طعامي المفضل. قال والد هبة: كنا نضع على المائدة الطعام الصحي المتوازن من بروتين ونشويات وخضروات وفاكهة، وتتركه من أجل البطاطا المقلية. قالت هبة مبتسمة: من الآن ودعت طعامي الذي أتعبني، وسوف أتناول معكم الطعام الصحي لأكون قوية ونشيطة مثل أسماء. النهاية. المغزى من هذه القصة أحبائي أن نتناول دائماً الطعام الصحي لنحافظ على صحتنا أحبائي.